مرحبا يا رفقاتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ حمد موستايل فاميلي. اليوم عنا حلقه خاصه للصبايا، معلش الشباب اعذروني، الحلقه الجايه راح تكون لكم، بوعدكم بهذا الشيء. اليوم بدنا نحكي على اربع انواع، مثل ما شفتوا من الثمبنيل، اربع انواع للجسم بالنسبه للصبايا، كل نوع لحاله، شو السبب، كيف توزع الدهون، الحل المناسب والتمارين المناسب والدايت المناسب. عم تاكلوا الدايت الصحي اللي بيناسبكم لحتى تنزلوا بالوزن بهاي المنطقه الخاصه فيكم، الخاصه بنوع الجسم تبعكم. فاليوم قرروا انتم وشوفوا شو هو النوع يلي بيناسب جسمكم، شو هو الدايت والتمارين حسب نوع جسمكم. والنوع الاول معنا اللي هو الستريس تايب. الستريس تايب يعني النوع المتوتر، هذا النوع بتجمع الدهون وبتتركز حوالين البطن، حوالين منطقه البطن، بتلاقي هيك البطن من فوق او فيه دهون مركزه بهي المنطقه، مع انه الجسم مثلا بيكون نحيف من فوق من تحت، بس متجمع الدهون حوالين البطن. هذا النوع بتجمع الدهون حوالين البطن بسبب التوتر، بتلاقيهم اشخاص دائما متوترين، صبايا دائما متوترين، فبياكلوا سناك طول الوقت بسبب هذا التوتر، تلاقيهم شيبس من هون، شوكولا من هون، بين الوجبات قبل النوم دائما عم ياكلوا وجبات، يعني هي سناك، هي وجبه صغيره، بس هدول السناك الغير صحي طول الوقت مشان يهدوا من هذا التوتر. يعني ما عندهم مثلا تفكير انه انا لازم اوقف اكل، لا، بسبب هذا التوتر ضلوا عم ياكلوا السناك بين الوجبات. وبسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول رح يخلي الجسم يخزن الدهون حوالين البطن، رح يقول له اوكي نحن عندنا هلا توتر عالي، رح يصير في مجاعه بسبب يعني نشاط غير اعتيادي بالجسم واللي هو التوتر. فهرمون الكورتيزول بيقول للجسم لازم نخزن اكل، لازم نخزن الدهون مشان ما يصير في مجاعه بعدين. فالجسم دغري بياخذ الاكل او الدهون بيخزنها حوالين البطن، وبالتالي بتلاقوا انه كل الجسم نحيف بس متوزع الدهون بمنطقه البطن. ممكن انتم تلاقوا انه البطن هو قاسي شوي او الكرش قاسي شوي، فهي الدهون متجمعه حوالين الكبد مثلا، حوالين اعضاء الجسم، مش انه دغري مباشره تحت الجلد، لا، هي بتكون اغلبها حوالين اعضاء الجسم مثل حوالين الكبد وغيره. طيب شو الحل لهذا النوع ليخفف من التوتر؟ لازم تتبعوا اكل ودايت بيساعدكم بتخفيف التوتر، هذا هو الهدف، انه نخفف السبب، يعني نقضي على السبب لحتى نقدر نتخلص من الدهون حوالين البطن. مش بس دائما الرياضه وما رياضه، لازم يكون في كمان نعالج السبب واللي هو هرمون الكورتيزول التوتر، بتعالجوه باكل صحي من خلال الكارب المعقد الصحي. الكارب المعقد الكومبلكس كارب اللي هو مثل، خليني اقول لكم وجبه دغري مباشره، مثال اللي هو الشوفان مع الموز، تحطون مع مي، تحطون بالمايكرويف شي دقيقتين، تكونوا مغليين، ممكن تضيف عليهم شويه يوغرت اذا بدكم، وفول السوداني، وبهي الاكله بتساعدكم لتخفف التوتر بهذا الكارب المعقد الصحي، بخفف التوتر شوي شوي، مثل كوب صغير يعني مثلا تاكلوه هيك لما تحسوا بالتوتر العالي عندكم، وتتجنبوا السناك اللي بين الوجبات. بالاضافه لها لازم تعملوا التمارين المناسبه لتتخلصوا من دهون حوالين البطن، اللي هو التامل، المديتيشن، او مثلا اليوغا، كثير مناسبه للاشخاص اللي بيعانوا من التوتر، مشان يخففوا من هذا الشيء لازم يعملوا اليوغا او التامل او يطلعوا يتمشوا، مشان يخففوا من التوتر ويتخلصوا من الدهون حوالين البطن. هاي هي الحلول لكم، التمارين مثل ما قلت، والدايت اللي هو الشوفان مع الموز او نص موزايه مثلا، تحطوهم بالمايكرويف تكون جاهزه تاكلوها لحتى يخفف من حده التوتر عندكم. النوع الجسم الثاني اللي هو الشوجر تايب، مثل هذا النوع اللي هو بتجمع الدهون بالنسبه لهدول الصبايا حوالين الخواصر او اللف هاندلز بالوسط. يعني السبب لهذا الشيء انه هدول الصبايا بيحبوا اكل السكر كثير، يعني مثل الشوكولا، الحلويات، دائما بتلاقي بايديهم بار شوكولا عم ياكلوه او حلويات، ما بيقدروا يستغنوا عنه ابدا، مدمنين شوكولا او مدمنين حلويات. فاللي بيصير هون بيصير في سبايك بالانسولين اللي هو هرمون اللي بخزن الدهون اذا كان بكميه كبيره مفرز بالجسم عن طريق، بسبب لما بتاكلوا سكر كثير فالجسم بيفرز هرمون الانسولين بكميات كبيره، وبالتالي بيخزن الانسولين، بيضطر انه يخزن كل هدول السكر كدهون بالجسم لانه نسبه السكر عاليه بالدم. من مهامه انه يخلي مستوى سكر الدم مستقر، فبيعرف ياخذ كل هذا السكر، مضطر انه ياخذ كل هذا السكر ويخزنه كدهون بالخلايا الدهنيه. مشان هيك بتلاقوا خصوصا باللف هاندلز بالخواصر بتلاقوا انه مجمعه حواليكم كطبقات. والحل لهذا الشيء كيف تتخلصوا من الدهون حوالين هاي المنطقه؟ اول شيء تخففوا من اكل السكر. بعرف انه هذا الشيء صعب، ممكن تتبعوا حميه واللي هي يكون فيها سبايسي، بتساعد يعني سبايسي بهارات، قصدي مثل القرفه، مثل الاوريجانو، مثل الثوم، لحتى يخفف طبعا من رغبتكم لاكل السكر او طلبكم لاكل السكر. على سبيل المثال ممكن البانكيك تحطوا معها شويه قرفه ناعمه، ممكن الثوم مع الدجاج او مع اللحمه، الاوريجانو مع البيتزا او حتى مع البيض كمان، هدول السبايسي بيساعدكم بتخفيف طلب جسم كله السكر. بالنسبه للاكل، بالنسبه للتمرين لازم تلعبوا تمرين كارديو اقل شيء 3 ايام بالاسبوع، واللي هو مشي مثلا 60 دقيقه 50 دقيقه او حتى هروله 20 دقيقه، ممكن بايسكل، سباحه، حسب انتم اللي بتحبوه، اختاروا نوع الكارديو اللي بتحبوه بتفضلوه، وممكن تعملوا هيت كارديو اللي هو الهاي انترفال تريننج كارديو، هو تمرين كارديو مكثف انه تدمجوا كارديو عالي المستوى مع كارديو بطيء، مثل مثلا جري سريع مثلا دقيقه وبعدين تمشوا شي 30 ثانيه وتردوا ترجعوا تركضوا، رجلي سريع شي
60 ثانية وترجعوا بعدين 30 ثانية مشي عادي. هذا اسمه هاي انترفال ترينينج كارديو، يعني هذا التمرين بيساعدكم انكم تخسروا وزن بسرعة كبيرة وخلال فترة قصيرة. هذا الهيت كارديو ممكن يكون 10 دقائق او 15 دقيقة ماكس بس، اما بتكون كارديو عادي لحتى تحرق الدهون شوي شوي، فهو المشي 60 دقيقة او ركض او هرولة او حتى سباحة. هذا بالنسبة للتمرين. وبالنسبة ل الدايت اللي حكينا عنه انه تضيفوا شوي سبايسي لتخفف من طلب طلب جسمكم للسكر او رغبتكم باكل السكر اللي هي القرفه الناعمه او الاوريجانو او حتى الثوم. اتبعوا هدول النصائح لحتى تعرفوا بالضبط كيف تتخلصوا من الدهون حول منطقه الخواصر. وهلا اجينا للنوع الثالث من الاجسام بالنسبه للصبايا واللي هو الاستروجين تايب. الاستروجين تايب، الاستروجين هو هرمون الانثوي مثل ما بتعرفوا، فهذا النوع بتخزن الدهون مثل ما شايفين حوالين الورك والافخاد والمنطقه الخلفيه، اكثر شيء بهي المناطق بسبب ارتفاع نسبه هرمون الاستروجين بجسم المفروض اللي يكون عند النساء نسبه معينه. فبسبب ارتفاعه وزياده هرمون الاستروجين بجسم بيؤدي الى زياده الوزن تخزين الدهون بهي المناطق، وممكن يعمل سويلنج اللي هو الانتفاخ بسبب حبس المياه بجسم بسبب ارتفاع نسبه الاستروجين. هذا الشيء كمان ممكن تلاقوه بهي المنطقه. طيب الحل لهذا الشيء لحتى تتخلصوا من الدهون بهي المنطقه، لازم اول شيء تتمرنوا تمرين السكوات اللي هو تمرين القرفصاء، السكوات العادي يعني. ممكن تتمرنوا يومين بالاسبوع لثلاث ايام لحتى تشدوا هاي المنطقه، تقوي العضلات بهي المنطقه وبالتالي تساعدوا بحرق الدهون. ممكن تتمرنوا يومين اي يوم لا، يومين اي يوم لا، كمان بيكون كتير مناسب. بس السكوات كتير رح يفيدكم لهذا النوع من الناس اذا بدكم تتخلصوا من الدهون بهي المنطقه. بالنسبه للاكل فلازم تكتروا من الخضروات الغير نشويه، يعني نون ستارشي فيجيتابلز واللي هي مثل الباذنجان، مثل الفطر، مثل البصل، الفليفله. اكثر شيء لازم تركزوا عليه هو الزهره، البروكلي، جرجير، والخس والملفوف. هذول اكثر الخضروات اللي لازم تركزوا عليها، لازم يكون دائما بوجباتكم بالدايت تبعكم بكل وجبه لحتى يخففوا من نسبه الايستروجين. هذول الاكلات الملفوف من هذا النوع من الخضروات بخفف من نسبه الايستروجين اذا كان مرتفع عندكم، فبالتالي بتساعدكم بالتخلص من الدهون بهي المنطقه. هلا الخضروات الثانيه كثير منيحه طبعا، البندوره والخيار والباذنجان والفطر والبصل والى اخره والفليفله، بس هذول لازم تركزوا عليهم احدهم مره ثانيه، واللي هو الملفوف والكله، الجرجير، الزهره. هذول اكثر اكلات خفضوا من نسبة الأستروجين وبالتالي تخسر الدهون بهي المنطقة. أما هذا النوع الرابع واللي هو بيجمع الدهون بهي المنطقة، شايفين مش هيك عضلات زي لا، تلاقوا هيك هاي المنطقة كلها دهون رخو، حتى الجلد بتلاقيه رخو، كل الدهون مجمع هون، تلاقي هون ضعيفة هاي الباي والتراي اللي هي هاي المنطقة تلاقيها كلها دهون متجمعة. طيب هذا النوع اسمه تي تايب. شو التي يعني؟ هو نسبة لهرمون التستوستيرون، معروف هذا هرمون الذكوري اللي عند الرجال، بس لازم يكون عند النساء كمان نسبة معينة منه لحتى يقدروا يبنوا شوية عضل، مش كتير، مش طلعوا زي أرنولد مثل هاي الصورة. يعني أنا قصدي إنه يكون تجمع الدهون بهاي المنطقة، مثل ما قلت لازم يكون عنده نسبة معينة من هرمون تستوستيرون، بس بسبب هذا النقص بتجمع الدهون حوالين هاي المنطقة بضعف العضلات. ما عندهم عضلات بهاي المنطقة بسبب نقص هرمون تستوستيرون، فبتلاقي الدهون تجمع بهاي المنطقة اللي هي مساحة كبيرة، معروفة التراي هاي المنطقة دائما أكبر من هون. نحن لما نبني العضل مثلا تلاقوا هاي العضلة التراي أكبر من هاي هون لأنه في مساحة أكبر، فالدهون تجمع عند هدول الصبايا بهاي المنطقة. طيب كيف تتخلصوا من هذا الشيء؟ أول شيء بدنا نرفع من نسبة هرمون التستوستيرون وهو عن طريق الفيتامين دي. كثير مهم طبعا كنت تتبعوا أكلات فيها فيتامين دي، غنية بالفيتامين دي، وخصوصا بالمناطق اللي ما فيها شمس، مثلا دائما شتاء مثل السويد، الدنمارك، هدول المناطق او كندا حتى. ممكن تاخذوا مكملات غذائيه في فيتامين دي، بس انا بنصحكم تاكلوا اكل يكون غني بالفيتامين دي مثل السمك السالمون او السردين. فجربوا السردين، اللي ما بحب السردين ممكن سمك السالمون بيعوضكم. ممكن تجيبوا مكملات مثل مواد غذائيه اللي هي فيها فيتامين دي كمان بتساعد، بس الافضل طبعا انه يكون من الاكل مشان يكون بشكل يومي. تعوضوا نقصكم من الفيتامين دي لحتى تعززوا مستويات هرمون التستوستيرون، كمان لحتى يكون نسبته افضل من هرمون التستوستيرون ممكن تجيبوا زنك ومغنيسيوم. كمان هدول معادن، خصوصا الزنك بيرفع مستوى هرمون التستوستيرون بنسبه قليله طبعا، مش كتير، عم نحكي شيء طبيعي يعني. دوروا على الاكلات اللي فيها زنك ومغنيسيوم كمان بتساعدكم، بس اهم شيء الفيتامين دي مثل ما قلنا، سمك السالمون والسردين كثير غنيين بالفيتامين دي. اما بالنسبه للحل الثاني واللي هو التمرين، شو تتمرنوا؟ تتمرنوا تمارين قوى، يعني رفع اوزان، مش انه ترفع اوزان زي ارنولد روني تصيروا مثلا لا لا، تكون تمارين عاديه يعني، بس اوزان خفيفه، بس تمرنوا البايسبس لحتى تقوى العضله هون، وتمرنوا الترايسبس لحتى كمان تقوى العضله ما يتخزن الدهون بهي المنطقه. بس اهم شيء كمان هي المنطقه يعني تبنوا العضل فيها ولو بشكل بسيط، بس مش زي مثلا هيك لا،
تكون خفيفة بس، أوزان خفيفة مرتين بالأسبوع بيكون كافي. تبنوا هاي المنطقة لحتى ما يتخزن الدهون بهاي المنطقة، هذا هو الحل لكم. بايسبس وترايسبس راح أورجيكم هلا بعض التمارين ممكن تتبعوا، هدول التمارين اللي عم تشوفوهم هلا مرتين بالأسبوع بيكون كافي، أوزان خفيفة من خلينا نقول 20 دقيقة بس بهدول اليومين بيكون كتير منيح. ما تتمرنوا أكثر من هيك مشان ما يطلع لكم عضلات مثلي. وهلا كل صبية صارت تعرف كيف تتخلص من الدهون بالمنطقة المعينة بجسمها من خلال هدول الأنواع والأسباب والحلول اللي حكيناها اليوم، فاتبعوهم إن شاء الله تستفيدوا منهم على نصائحي. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة، بشوفكم على قريب. لا تنسوا شباب الحلقة الجاية إن شاء الله بتكون لكم شو أنواع الأجسام وكيف أسبابها وحلولها وتخلص الدهون كله كامل. إذا بدكم تدريب شخصي أنا موجود على الفيس وعلى الإنستغرام، بشوفكم هنيك. تكير هلا، سلام.